والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، يا من تجازي الأبرار والصديقين بإيمانهم الحق واعترافهم القويم وتلبس أجسادهم مجدا ونفوسهم ضياء، أهلنا لمراحم نعمتك الفياضة فنجدك كما وجدوك وندخل معهم مساكن النور، حيث نرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله. التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي اختار الأبرار والصديقين ليبشروا ببره وصدقه، وإلى الإبن الذي شهد له الأنبياء
والرسل والشهداء والمعترفون وإلى الروح القدس الذي رعاهم بعنايتي وقدسهم بحياتي زهد وصوم وصلاة وعمل برخمور أبون ريشكوهني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. لك المجد والحمد أيها المسيح النور الأزلي، فمنك يشرق في العالم كل ضياء وتصدع كل حقيقة، لك اتنرت في بيعتك المقدسة مصابيح معرفة وقداسة معالم هداية للشادين في طريق الحياة يجوبون الأقطار مبشرين بالخلاص لجميع الناس، شهداء يبذلون حياتهم في سبيل حق إنجيلك، معلمين يقفون عمرهم على درس كلمتك وتسليما صافيا، راهبات ورهبانا ونساكا تركوا كل شيء وتبعوك حاملين صليبك، حافظين وصاياك، ممارسين التقشف والصوم والعبادة والصلاة، مكرسين حياتهم للخدمة، ملائكة طهر ورحمة، ملح الأرض ونور العالم. هب لنا يا ربنا على عطر هذا البخور أن نحفظ إيمانهم ونسير على رجائهم حتى نؤهل لسعادتهم، فنتمتع بمشاهدة وجهك الكريم برخمور أبون ريشكوهني. ومعهم نسبحك ونشكرك وأباك وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد. آمين. لو عمري كله بصلي لك شو
أبدئ فيك. أنت بين، أنت خي النور، الكلمة السما والمي والنعصة في تريح الخطيب، ما بتقدر تطفيك مهما تقسى الدنيا علي، ضل بآمن فيك ومهما تتوجع عيني، ضل بآمن فيك. انت بي، انت خي النور، الكلمة السما والمي والنعصة في تريح الخطيب، ما بتقدر تطفيك والنعصة في تريح الخطيب، ما بتقدر تطفيك. أيها الرب يسوع، كريم في عينيك موت أبرارك، فطوب لهم ولقديسيك الذين حفظوا أجسادهم وأرواحهم نقية منذ الطفولة، فكانوا البخور الزكي أمامك يفوح ذكرهم كالطيب في بيعتك المقدسة، مثالا حيا لجميع المؤمنين. امنحنا يا رب معهم نصيبا في ملكوتك، فنمجدك ونشكرك من الآن وإلى الأبد. آمين. قاضي شاط ألوه، قاضي شاط حايلتونه، قاضي شاط لومو يوتو. اتراحا حايلتونو، قاضي شتلو ميوتو. اتراحا ما علي، قاضي شات قالوه، قاضي شات حايلتونو، قاضي شتلو ميوتو. اتراحا علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. في ذكرى القديسين أجواك المؤمنين تشتم الأفواه، التيجان الرفيع كل مجد الأرضين، دون أفراح البيعة في تذكار القديسين. يا من تقبل ختما ختمة أبرار، يا حنون تقبل واستجب مكان أبرار. فصل من الرسالة إلى العبرانيين. وبارك يا سيد. المجد لسيد الرسل، والتحل نعمة الله على القارئ والسامعين والمشاهدين إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، إنكم لم تقتربوا إلى جبل ملموس ونار متقدة وضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوك وصوت كلمات طلب الذين سمعوها أن لا يزادوا منها كلمة، لأنهم لم يطيقوا تحمل هذا الأمر، ولو أن بهيمة مست الجبل ترجم. وكان المنظر رهيبا، حتى أن موسى قال: إني خائف ومرتعد، بل اقتربتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية،
وإلى عشرات الألوف من الملائكة، وإلى عيد حافل، وإلى كنيسة الأبقار المكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش ينطق بكلام أفضل من دم هابيل، والتسبيح لله دائما. الصديق كالنخل يزهر، ومثل أرز لبنان ينمي. هللويا أمان بشارتي مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب. السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله. قال الرب يسوع: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة معه يجلس على عرش مجده، وتجمع لديه جميع الأمم، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن شماله. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فآويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي. حينئذ يجيبه الأبرار قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، كل ما عملتموه لأحد إخوة هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده، لأني جعت فما أطعمتموني،
وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما آويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا ومحبوسا فما زرتموني. حينئذ يجيبه هؤلاء أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو مريضا أو محبوسا وما خدمناك؟ حينئذ يجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، كل ما لم تعملوه لأحد هؤلاء الصغار فلي لم تعملوه. ويذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والأبرار إلى الحياة الأبدية. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. خيتوا إخوتي، مع سلام المسيح عم نحتفل بهالأحد بأحد الأبرار والصديقين. بالكنيسة المارونية قبل ما ندخل على الصوم المبارك في عنا ثلاث أحدات دايما بيذكرونا فيهم، نحتفل فيهم. الأحد الماضي بأحد الكهنة المتوفين، اليوم بأحد الأبرار والصديقين كمان المتوفين، والأسبوع القادم بأحد الموتى المؤمنين عامة. دايما منقول ليه في هالتقسيم؟ ليش الكنيسة بتقول في موتى كهنة، في موتى أبرار وصديقين يلي بلغوا مرحلة القداسة، وفي موتى عامة؟ هل في طبقية بالكنيسة؟ دايما بيجي الجواب واضح، نحن بالكنيسة ما عنا طبقية، عنا تعدد مواهب، عنا تعدد خدمات. خدمة الكهنة والأحبار شيء، خدمة المكرسين والمكرسات والأبرار والصديقين والنساك شيء، وخدمة بقية الناس شيء تاني، المتزوجين والعاملين إلى ما هنالك. فإذا وقت المنقسم الموتى لثلاث أقسام، منكون عم نقول نحن قدام هالخدمات وين منصلني في حالنا بأي خدمة. نحن اليوم بتاني أحد، فإذا قدام خدمة الأبرار والصديقين يلي بلغوا بحياتهم مرحلة قداسة متقدمة. هالإنجيل يلي منقراه بأحد الأبرار والصديقين، وبينقرا كمان بختام السنة بعيد يسوع الملك، زيت الإنجيل، ولكن منتأمل فيه بطريقتين. بأحد الختام السنة أحد يسوع الملك، أو نهاية السنة أو الدينونة، نتأمل بابن الإنسان يلي بده يجلس على عرش مجده وتحشد أمامه جميع الأمم وبتصير الدينونة والفرز. أما بأحد الأبرار والصديقين أو بعيد جميع القديسين، فمنتأمل بالأعمال يلي قاموا فيها تناخد العبرة منها. ثلاث أفكار سريعة رح أتأمل فيها أنا وياكم بهالأحد المبارك، تناخد العبرة بأحد الأبرار والصديقين لحياتنا، مين ما كنا، كنا كهنة أو كنا أبرار وصديقين أو كنا ناس علمانيين عاديين مؤمنين. أول فكرة هي بيقلن الجالس على العرش، بيقلن: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم. عم بيقلن تعوا ورثوا الملكوت. نتفاجأ ليه عم بيورثن الملكوت؟ الجواب بيجي: لأنه يلي قاموا فيه هو زرع ملكوت الله على الأرض. نحن من آمن أنه وقت المنقول في ملكوت يعني في ملك. وقت المنقول في ملك بدنا نشوف صفات هالملك. إذا الملك إلهنا ملك رحيم، ملك حنون، ملك محب، ملك مخلص، ملك متواضع، فإذا ملكه بده يكون بهالخط هيدا. وبالتالي وقت اللي أنا بدي أزرع الملكوت
بدي أزرع ملكوت الرحمة، بدي أزرع ملكوت الحنان، ملكوت الأخوة، ملكوت القرب من الآخرين. فإذا هالأعمال يلي قاموا فيها هود الأشخاص ما هي بكل بساطة إلا زرع الملكوت على الأرض، يلي منقول بكل مرة منصلي الأبانا ليأتي ملكوتك. فإذا ليأتي ملكوتك مطلوب منا نحن نشتغل للملكوت. وشو يعني نشتغل للملكوت؟ هني هالأعمال يلي قاموا فيها. كنت جائع، كنت عطشان، كنت مريض، زرعت الملكوت، ملكوت الأخوة والفيض والكرم والمحبة والسلام والتآخي إلى ما هنالك زرعوه. فقال لهم بكل بساطة، وهيدا أول تأمل لإلنا، يلي بدأتوه على الأرض بتابع معكم بالسماء. وهيدا أول تأمل لإلي ولإلكم، يلي منبدأه على الأرض منبدأه ومنتابعه بالسماء. قال لهم بدأتوا تزرعوا الملكوت على الأرض، اتفضلوا ورثوا الملكوت المعد لكم. هي أول قرار، تصميم بناخده بحياتنا لحتى نكون عم نعيش البرارة والأداسة الحقيقية بحياتنا. تاني شغلة بقلب هالإنجيل، في أوقات كتير منخدر ضميرنا، ونحن كمان كمؤمنين عاديين منقول إذا أنا بدي أفحص ضميري بقول أنا قدامي الوصايا العشر، بيقولوا أحبب الرب إلهك، قدس يوم الرب، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. بيجي أنا بعمل جردة قدامي بقول أنا عم بقدس يوم الرب، ما بحلف باسم الله بالباطل، ما قتلت حدا، ما زنيت، ما حكيت كلام زور وشاهدة زور على حدا، ما عملت شي منهم. بتفاجأ بهالإنجيل إنه اللي عم بدينهم الرب، اللي عم بدينهم ما عم بدينهم لأنه نقصوا شيء، إنه ما قدسوا يوم الأحد أو سبوا الدين أو سبوا آخرين. عم بدينهم لأنه كان فيهم يعملوا عمل خير وما قاموا فيه. فإذا فحص ضميري ما بيكون على شو ما عملت للآخرين، لأنه في ناس كتير بيخدروا ضميرهم وبيقولوا أنا يا خي قايل للناس خيري وشري. ما المصيبة إنك أنت مش عم تتعاطى مع الآخرين بالمحل يلي ممكن تعمل فيه خير. فإذا هالإنجيل عم بيقلنا دينونتنا بتكون على الخير اللي ممكن أنا أعمله وحجبت حالي عن إنه أعمله. فإذا تاني تأمل وتاني قرار مناخده بحياتنا هو إنه مش نقول أنا شو ما عملت للآخرين، أنا ما غرقته لفلان بس أنا كان فيي خلصه، أنا ما قتلت فلان بس أنا كان فيي نجيه من الموت. هيدا يلي مندين حالنا، وقبل ما يديننا الرب عليه نفحص ضميرنا على أعمال المحبة والخير والأخوة يلي كان ممكن نعملها وما عملناها. ما زال الرب عطينا يوم بعد بحياتنا بنعمل هودي لحتى نقاف حد المحتاجين، حد الآخرين. وهالاحتياج ما بيكون أبداً بالأبعاد المادية. كنت جائع، كنت عطشان، أكيد هيدا بده مصاري لحتى يعيش. بس كنت سجين أو كنت محبوس أو كنت مريض، ما حدا بيقول إنه ما معه مصاري. يمكن يكون مريض بس معه مصاري، بس بده وقفة نفسية، بده وقفة روحية، بده وقفة قرب منه ليحس إنه في حدا بيحبه. فإذا المال مش كل شيء، مش إنه إذا أنا بهالحالة الصعبة اللي عم نمرق فيها أعطيه مصاري وخلي يحل عني، مش هيدا الحل بالنسبة لنا كمسيحية. في وقفة حده، وقفة ضمير، وقفة روحية، وقفة اجتماعية. يمكن مرزول من مجتمعه، يمكن عنده مشكلة روحية، يمكن عنده مشكلة نفسية. هود الوقفة حده هيدا يلي ممكن أنا أعملها، وهيدا يلي عم بيطلبها الرب مني بقلب هالإنجيل. لحد هون بهالنقطتين حلوين كتير، بس إذا توقفت عندهم بكون عم بحكي الأمور أرض أرض، يعني بكون عم بحكي حقوق الإنسان والأخوة الإنسانية والقرب بالأنتروبولوجيا الإنسانية والفلسفة، ما كأنه في الله وراهم. يلي عم بيقولوا الإنجيل أبعد من هود اللي قلتهم بكتير. شو اللي عم بيقولوا الإنجيل؟ إنه يلي كان مطلوب من يلي عم بيساعده، كان مطلوب انه يشوفوا المحتاج بوجهه، يشوفوا الرب يسوع، لانه عم بيقلن يلي عملتوه معهم عملتوه معي. بس بالمقابل
لازم يلي عم بيتساعد يشوف فيي أنا كمان وجه الرب يسوع. يعني بمعنى آخر، الرب يسوع من ناحية هو المخلص الديان القدير يلي انتصر على الموت والقايم من الموت، بس كمان الرب يسوع من ناحية تانية هو الضعيف اللي عم بيتألم، اللي عم بينجلد، اللي عم بيلبس إكليل شوك، يلي عم بيعرق دم. اثنيناتهم هن الرب يسوع. فإذا بقلب مساعدتنا ووقفتنا حد بعضنا، لازم أنا إذا كنت أنا القوي شوف في يسوع المتألم، وهو يشوف فيي يسوع المخلص. وإذا كان العكس، أنا بشوف في يسوع المخلص وهو بشوف فيي يسوع المتألم. يعني شبكة علاقاتنا لازم يكون يلي رابطة هو رؤيتنا للرب يسوع، مش على مستوى إنساني وأخوة ومساعدة اجتماعية فقط. وإلا الجمعيات بتعملها أحلى من ما بنعملها نحن كمؤمنين أو ككنيسة. نحن منقوم مثل ما بيعملوا الجمعيات، ولكن بخلفيتنا في رؤية متبادلة ليسوع بقلب حياتنا. هيدا يلي حبيت أتأمل فيه أنا وياكم بهالأحد، ويلي سبقونا الأبرار والصديقين موجودين بالسماء ما تركونا، بعدنا بشراكة معهم، بعدهم من سماواتهم بيشهدوا لنا كيف بتنعاش المسيحية وكيف بتعيشها وبتطبقها بحياتك، ونحن كمان على مثالهم منحتذي لحتى نعيش كل أبعادنا المسيحية. يتمجد اسم الرب يسوع بقدسيه وفينا، آمين. نؤمن بإله واحد، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البونتي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. يا يسوع يا إلهي يا ينبوعي لا متناهي، إنك حياتي، إنك وجودي، فلك صلاتي وعهودي، ولك أقدم ذاتي. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حملنا إليك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل علينا بركاتك الروحية، وبدل عطيانا الزائلة هب لنا الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم،
ولا سيما الطوباوية مريم وجميع الأبرار والصديقين. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، ونوايانا جميعا ونوايا المشاهدين والمشاركين في هذه الذبيحة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. إليك المجد للآب والابن والروح القدوس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من عددت هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، والسلام لكم يا خدام الروح القدوس. سلام الله يحفظ قلوبكم، فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً، فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله.
نشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين. إنه لحق والواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكاروبيم والسرافيم ويجدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. هوشعنا في العلا قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي. إنك القدوس واهب الخيرات، يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هودق ضمحا شودي لمعبد حي ساب اللحم بدا وقاضي شوطو وبارخ وقادش وقصو يا بالتلميدا وكادومار سابخوا المنك الخور هونو دنيتاو فغرودي دحلو فيكون وحلو فساجية متقصي ومتيهي حوسو يتحوبي والحاي دلعو لم علمي خانوا عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخو قادش ويا بالتلميدا وكادو مار سابشتا ومنك الخون هو دنيتاو دمو ديل دياتي قح داتو دا
تحلف يكون وحلف ساجية متشاد ومتهاب حوصو يتحوب والحاية دلعو لم علمي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك ثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محييا ودما مخلصا ويسامحنا ويقدسنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد نقدم لك يا رب هذه الذبيحة من أجل كنيستك ولا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار بولس مطراننا وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب شعبك القائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه القرابين واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير لأنك الصالح كثير النعمة نسألك يا رب
يا رب ارحم. اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين ارضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان ومار يوسف ومار الياس. أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن ننعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقربها لك عنهم، وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحمة وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولأمواتنا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس، الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. رفعت عيني إلى الجبال حيث يأتي عوني، معونتي من عندي الرب صانع السماء. شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد
إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح ونتقدس ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. اذكرنا يا رب متى أتيت في ملكوتك. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد والإله. Good.
نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى هيا معي بلبنان من وديه من وكر النسر الشاعر، هيا معي بلبنان من أفياه الأرز التيار العام.